من جنين ينضم إلينا دكتور أيمن يوسف، أستاذ دراسات دولية في الجامعة الأمريكية في جنين. ومن واشنطن ينضم إلينا الدكتور إدمون غريب، أستاذ العلاقات الدولية. مرحبا بكما. أبدأ من عندك دكتور أيمن لأسأل، ما الذي يمكن للسلطة الفلسطينية أن تقدمه للولايات المتحدة فيما لو كان مقترح دور السلطة في إدارة قطاع غزة هو مقترح جدي، يعني انطلاقا من جولات وزير الخارجية الأمريكي؟ لا، أنا بعتقد أنه ظهر خلال الاجتماعات الأخيرة وتحديدا اجتماع بلينكين مع أبو مازن اليوم مقاربتين مختلفتين تماما. الرئيس أبو مازن طالب بوقف إطلاق النار فوري و يعني هدنات ومساعدات إنسانية لقطاع غزة، واعتبر أن ما يجري في قطاع غزة هو إبادة جماعية واضحة للفلسطينيين، بينما كانت المقاربة الأمريكية أنه ربما هدنة إنسانية مؤقتة مقابل عدم وقف إطلاق النار. أنا بعتقد في هذه المرحلة السلطة ليس لديها شيء تقدمه للجانب الأمريكي في ضوء استمرار العدوان والإبادة الجماعية على قطاع غزة. وأنا بعتقد تماما أيضا أن السلطة يعني غير معنية أن تدخل في أي يعني مسار تفاوضي في ظل استمرار العدوان. يمكن أن يكون هناك حديث موسع فعلا إذا توقف هذا العدوان الإسرائيلي وهذا العنف الدموي المنظم على القطاع. وبعتقد أيضا أنا تماما أن السلطة يمكن في ظل يعني ربما أزمة الشرعية لا تستطيع أن تتحرك أكثر إلا في ضوء ربما مشروع سياسي ومشروع مصالحة مع كل الفصائل الفلسطينية. أبو مازن أيضا معني بقضية الشرعية ويدرك تماما أن السلطة في الضفة ليس لها صلاحيات ومسؤوليات كثيرة في ضوء التدخلات الإسرائيلية والتوغلات الإسرائيلية، فهو في هذه المرحلة يدرك أن إسرائيل وأمريكا أضعفت السلطة وأضعفت أبو مازن نفسيا وأضعفت حتى شرعية المشروع الوطني الفلسطيني في ضوء العدوان المستمر وفي ضوء المساندة الأمريكية لإسرائيل في كل الخطوات التي تقوم بها. الذي ينظر إلى الإعلام والتصريحات الأمريكية التي ترد من كل جهة يدرك تماما أن الحرب أمريكية بالأساس وأن قرار وقف الحرب هو قرار أمريكي. لذلك أعتقد أن السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني غاضب بشكل كبير ولا يمكن أن يبحث مسار سياسي. طيب، ما دام هذا العدوان وما دامت هذه الإبادة مستمرة. دكتور إدمون، ما فائدة أن تطلب الولايات المتحدة الأمريكية من الرئيس محمود عباس أن يكون للسلطة الفلسطينية دور في إدارة قطاع غزة وحكومة بنيامين نتنياهو أضعفت دور السلطة في المناطق التي تسيطر عليها؟ هل تستطيع واشنطن أن تفرض معادلة جديدة على إسرائيل؟ هذه فعلا هذا سؤال مهم ومثير، وذلك لأن الإسرائيليين في البداية كانوا يريدوا تهجير وربما لا يزالوا يريدوا تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء. وهذه طبعا هي من ناحية رواية قديمة أو محاولة قديمة بدأت في بداية هذا العقد الماضي، وحاولت عندئذ الإدارة مع الحكومة المصرية في عهد الرئيس مبارك ولكنها لم تنجح في ذلك الوقت، وحاولت مجددا مع الرئيس السيسي ومع القيادة المصرية ولكنها لم تنجح هذه المرة. وذلك لأن إذا توافقت مصر فهذا سيعني نهاية إلى حد ما القضية الفلسطينية، لأن ما تفكر به إسرائيل هو عندئذ الضفة الغربية وإفراغها من سكانها إذا قدروا على ذلك. وبالتالي فأن هذه هي من بعض الأمور التي فكر بها الإسرائيليون، وهم الآن يفكرون بطرق جديدة بمساعدة الولايات المتحدة. ومن هنا جاءت هذه الفكرة، وهي أن وهذه كانت فقط واحدة من السيناريوهات، لأن هناك عدة سيناريوهات. سيناريو يقول أنه يجب على إسرائيل أن تضم غزة إلى إسرائيل، ثاني أن تضم غزة إلى مصر، الثالث هو العودة إلى سلطة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، والآخر هو وضع قوات دولية. والسيناريو الأخير الذي طرح أيضا، وربما هناك سيناريوهات أخرى، وهي أن تكون هناك دولة عربية ربما خليجية ترعى الوضع إلى
بعد الحرب مباشرة إلى أن يتم التوصل إلى حلول في المستقبل. ولكن أي من هذه الاقتراحات ليس فعلا لا يمكن اعتباره حلا جديا، لأنه لن يتم تطبيقه. وإذا كانت المعلومات التي سمعناها اليوم عن الرئيس عباس، فهو يقول أنه لا يوجد أي اهتمام أو رغبة في ذلك طالما لا يوجد حل نهائي على أساس القرارات الدولية مثل 42 و338، والقدس عاصمة، القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، وبالتالي وانسحاب المستوطنين. وذلك طبعا أعتقد أنه سيكون أمر صعب جدا بالنسبة في هذه المرحلة على الأقل للإسرائيليين، ولكننا بدأنا نسمع أصوات بما فيها أصوات من شخصيات أمريكية يهودية معروفة مثل توماس فريدمان، الذي قال بأنه إذا أردنا تفادي استمرار الصراعات في المستقبل فيجب علينا أن نجد حل نهائي ونعود إلى حل الدولتين. وذلك يعني أن المستوطنين يجب أن ينسحبوا، وإسرائيل يجب أن تعترف بالقرارين 242 و338، وأن تكون هناك القدس هي العاصمة للطرفين. وبالتالي فهذه تغييرات جذرية ومهمة. طيب دكتور أيمن، عندما يتحدث وزير الخارجية الأمريكي مع الرئيس محمود عباس عن مسألة الدور في إدارة قطاع غزة، هل يعني بالضرورة بأن الوزير الأمريكي سمع أخبارا تشي بأن العمليات العسكرية في نهايتها وإسرائيل ستسيطر على القطاع؟ لا أعتقد ذلك، لا أعتقد. يعني بلينكن يدرك تماما أن العملية طويلة في قطاع غزة، وبناء على العديد من المؤشرات والتصريحات التي ترد من مسؤولين في دولة الاحتلال وحتى من مسؤولين أمريكيين، أنا بعتقد أنه الجولة المكوكية أو دبلوماسية المكوك، الشط الدبلوماسي اللي استخدمها بلينكون في آخر شهر وزار فيها المنطقة 3 مرات واجتمع مع عشرات القادة، اتضح له أن يعني هذه الدبلوماسية غير مجدية. هو يحاول أن يجد ربما فضاء أو متنفس لتبرير هذه العملية وهذا العدوان، ويحاول أن يشرعنه يعني مواقف عربية ومواقف فلسطينية. وأنا أعتقد أنه الجولة ربما فشلت، وكانت التصريحات التي صدرت عن يعني المصريين والأردنيين وحتى وزراء الخارجية العرب والمسؤولين الفلسطينيين تظهر تماما أن المقاربة العربية الفلسطينية للعدوان في غزة تختلف تماما عن المقاربة الإسرائيلية، والأهم من ذلك أن المقاربة الأمريكية هي نفسها المقاربة الإسرائيلية في هذه المرحلة. لذلك أعتقد أنه هو نقاش في الهواء، وهو هروب إلى الأمام أو هروب إلى الخوف. في المرحلة الحالية المطلوب وقف هذه المجزرة البشعة التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة. إسرائيل لا تحارب حماس ولا تحارب المقاومة، ويبدو أن المعركة فعلا يعني مع قضية التهجير ومع قضية يعني قتل كل القواعد الشعبية التي تقول إسرائيل أنها تؤيد حماس. لذلك أنا بعتقد أنه نحن أمام مرحلة ربما صعبة، بحاجة إلى دبلوماسية، وبحاجة ربما إلى بعض التصريحات الفارغة أو الواهية من هنا أو هناك. ما زالت صوت المدافع هو من يطغى، وما زالت الدبلوماسية تحاول أن تعطي ربما يعني بعض المتنفسات أو بعض التصريحات، لكن في نهاية المطاف لا يمكن الحديث عن مسار سياسي أو عن أي مسار آخر دبلوماسي ما دام هذا العدوان يعني يستمر على أهلنا في قطاع غزة. طيب، ما من ورقة يمكن أن تحملها واشنطن يا دكتور أدموند إلى العالم العربي مثلا من أجل أن تكون هناك فسحة أو فرصة لإيقاف الحرب الحالية الآن وإرضاء الفلسطينيين بتفعيل حل الدولتين بشكل فعلي، والدعوة إلى مؤتمر من أجل تفعيل حتى مبادرة السلام العربية التي قادتها المملكة العربية السعودية في قمة بيروت 2002؟ فعلا هذه طبعا كل ذلك متوقف على مسألة الطلب الأول من هذه الدول العربية، المعذرة دكتور، هو مسألة وقف الحرب الآن. فعلا هذه هي النقطة الأساسية. حتى الآن لا نرى تغيير جذري في الموقف الأمريكي ولا في الموقف الإسرائيلي. الموقف الأمريكي فيه تغيير طفيف بدأنا نشهده، وهو الحديث عن الوقفات
الإنسانية. والإدارة الأمريكية فعلا بدأت تجد نفسها تحت ضغوط متزايدة من داخل الولايات المتحدة. بدأنا نرى، رأينا المظاهرات مستمرة، رأينا مظاهرة كانت البعض يتحدث أنها ستكون عشرات الألوف، وصل البعض يعتقد أنها ربما وصلت إلى أكثر من 100,000، وهناك من يقول وصلت إلى أكثر من 200,000. ولكن هناك يعني هذه كانت يعني رسالة يتم إرسالها إلى البيت الأبيض وإلى الكونغرس الأمريكي، وهي أن الولايات المتحدة يجب أن تغير سياستها تجاه إسرائيل، وأن تعيد النظر فيما يجري في غزة، وأن تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإرسال للمساعدات الإنسانية، إن كانت غذاء أو وقود أو غير ذلك أو دواء، ووقف تدمير المؤسسات المدنية. ولكن يبدو حتى الآن أن إسرائيل غير مستعدة، حتى بعد أن قال لمح وزير الخارجية بلينكن الاحتمال التوصل إلى توقف مؤقت، فأن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال أنه هو لا يقبل بذلك، وبالتالي فأن هذه هي أحد القضايا. هناك مسألة أخرى وهي موضوع الرهائن. موضوع الرهائن أو الأسرى هي قضية أيضا أخرى وهي مهمة لواشنطن. اليوم تحدث نائب مستشار شؤون الأمن القومي وقال بأننا على الرغم من جهودنا حتى الآن مع كل الأطراف التي تحاول إخراج مساعداتنا على إخراج الرهائن، لا يوجد أي اتفاق، لا يوجد أي تغيير. الإسرائيليون يطالبوا، يقولوا بأنهم سيوقفوا القتال إذا تم الإفراج عن كل الرهائن، وهذا طبعا ترفضه حماس وترفضه الفصائل الأخرى التي لديها رهائن. وبالتالي فإن كل هذه الأمور تظهر بأن الإدارة الأمريكية لم تغير موقفها بصورة جذرية، ولكنني أعتقد أننا بدأنا نسمع أصوات متزايدة. اليوم السناتر ساندرز، وهو معروف كان المرشح للرئاسة في السابق، قال بأنه في الوقت الذي هو ندد بقوة بما قامت به حماس، وأنه كان يعني عملا مخربا تدميريا وغير إنساني، ولكنه قال ما تفعله إسرائيل هو أمر غير مقبول على الإطلاق أيضا، ويجب وقف القتال فورا. عندما تأتي من سيناتور مثل ساندرز هذه التصريحات، نرى بأن هناك ضغوط على الإدارة. واليوم سمعنا أن الابنة زوج نائبة الرئيس الأمريكي قد جمعت 7.5 مليون دولار لإرسال مساعدات إلى الفلسطينيين، وخاصة مساعدات إنسانية أدوية، وهذه أثارت ضجة في الولايات المتحدة الآن. وهذه تعكس أن التغييرات الموجودة على الساحة الأمريكية التي قد تؤثر على موقف الإدارة، ولكن ربما خلال الأيام أو الأسبوع القادم قد نرى بداية نتائج لذلك. شكرا جزيلا لكما من واشنطن الدكتور إدمون غريب أستاذ العلاقات الدولية، وكذلك أشكر من جنين الدكتور أيمن يوسف أستاذ الدراسات الدولية في الجامعة الأمريكية في جنين. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.